بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة، فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. درود بيجي محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. درود بيجي محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. درود بيجي محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله،
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. درود جميع المؤمنين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بضر في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أنا متين الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي العلا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. درود بجي محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة
فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا محبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلا، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.